ضمن مشروع ترويج المملكة كوجهة سياحية لصناعة المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها وتدعمها هيئة البحرين للسياحة والمعارض. استطاعت الهيئة أن تستقطب مجموعة سوغا الأنداماني الهندية المتخصصة بالعقارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات لعقد مؤتمرها السنوي في الفترة من 22 إلى 24 من ديسمبر الجاري في مملكة البحرين بحضور كبار موظفيها التنفيذيين وعوائلهم. وأشاد الشيخ خالد بن حمود الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض باختيار البحرين لعقد مؤتمر المجموعة الهندية السنوي. من جانب آخر، أعربت المجموعة الهندية عن اهتمامها بدراسة الاستثمار في البحرين بصورة إيجابية مشيدة بالبنى التحتية والقوانين الجاذبة للاستثمار في مملكة البحرين. جدا باستضافنا احد الشركات الرائده في جمهوريه الهند سوغال أنداماني، وهذه الشركات متخصصه في العقارات وفي العلوم التقنيه. الشركه نفسها راس مالها تتعدى 80 مليون دولار حسب افادتهم، واحنا سعيدين جدا ان من خلال مكاتب التمثيليه اللي اطلقناها العام الماضي ان احنا نستقطب الى مملكه البحرين الفعاليات والاجتماعات وايضا الافواج السياحيه. وفي اكثر من 80 رجل اعمال من ضمن الشركه وموظفينها موجودين معنا اليوم في مملكه البحرين. عندما وصلنا الى البحرين واطلعنا على البنى التحتيه والمنشات الاخرى وجدنا ترحيبا حكوميا بنا، وسننظر بشكل ايجابي في الاستثمار هنا. رخص مركز البحرين للمستثمرين نحو 54 شركة جديدة تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة، وذلك خلال الأسبوع الماضي. وتبلغ قيمة إجمالي رؤوس أموال تلك الشركات 909 آلاف دينار بحريني. وكان أكبر رؤوس الأموال التي تم تسجيلها من نصيب شركتي A&Y القابضة، والتي تعمل في مجال أنشطة الشركات القابضة برأس مال مصرح به، بلغ 250 ألف دينار. وشركة عقارات أمبرو التي تنشط في مجال الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة وبرأس مال بلغ 250 ألف دينار. كما رخص المركز ل 39 شركة أخرى تعمل في عدة قطاعات تجارية وصناعية برؤوس أموال مختلفة تتراوح بين 5000 دينار و 50 دينارا بمجموع استثمار بلغ 39 ألف دينار. وقعت شركة فيفا البحرين وبيت التمويل الكويتي اتفاقية تستحوذ من خلالها فيفا على 100% من أسهم شركة مينا تيليكوم إحدى مزودات خدمة الإنترنت في المملكة. وأكد المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لشركة فيفا البحرين على أن الاستحواذ على شركة مينا تيليكوم ستعزز بشكل كبير من موقع فيفا في مجال النطاق العريض وقطاع الأعمال، ويؤكد التزام الشركة بالاستثمار في اقتصاد البحرين والمساهمة في بناء وتطوير المملكة. من جانبه، قال عبد الحكيم الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي إن ما يميز مينا تيليكوم ليست الأصول فحسب، بل كادر العمل والكفاءات البشرية المؤهلة القادرة على المنافسة بشكل متميز في سوق تنافسي كالبحرين. ولا نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. وصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبته 0.37% عند مستوى 1285 نقطة، وذلك عاد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وأيضا قطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7,600,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,084,000
ألف دينار تم تنفيذها من خلال 135 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة بنسبته 73% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ونتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية، وكما نلاحظ على شاشة أغلقت معظم البورصات الخليجية في المنطقة الحمراء. نبدأ مع سوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع بنسبة تقارب 14 النقطة المئوية عند مستوى 7181 نقطة، متأثرا بانخفاض مؤشر قطاعي المرافق العامة وأيضا السلع الرأسمالية. نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بانخفاض كبير بنسبة 1.11% عند مستوى 6342 نقطة، وذلك لتراجع مؤشر قطاعي التكنولوجيا وأيضا الصناعة. ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي أغلق بتراجع بنسبة 0.54% عند مستوى 4325 نقطة، متأثرا من تراجع لمؤشر قطاعي الاتصالات وأيضا الطاقة. فيما سجل سوق دبي المالية انخفاضا بنسبة تقارب النصف نقطة مئوية عند مستوى 3348 نقطة، ويعود سبب النزول لانخفاض كبير في مؤشر قطاع النقل في تداولات اليوم، في حين أغلق سوق مسقط الأوراق المالية بانخفاض بنسبة 0.17% عند مستوى 5054 نقطة، متأثرا بتراجع أغلب مؤشرات البورصة العمانية.